المشاكل اللي راه هنا في بوسماعين. البلديه بوسماعين كانت جوهره البلديه في ولايه بازا، اليوم راه هي كالشمعه راهي تطفى غير بالعقل سيد الوالي. النقطه الاهم عندنا مؤسسات راهي تنغلق وراهي راهي خلاص غل الايام اللي فاتت راهي مؤسسات تاع الله ولا غلقت، مؤسسه طونيك راهي ماتت، عائلات راهي تموت راهي تطلب، وطريق تاع الصاصات هذوك المؤسسه تاع الصاصات راهي غلقت، مؤسسات عائلات راهم هذو مستثمرين سجلوا، ماشي شرط علينا نجيبو غير من جهه واحده اخرى، كنا قادرين كنتو قادرين تلو، كاين واحد اللمسه لازم ديرها هنا يا سيدي الوالي، انا حابين اسمك يقعد هنا في بلديه بوسماعين، هذو الامور متعلقين بك سيدي الوالي، ما هذو المشاكل ماشي تاع رئيس بلديه ولا كذا وهم. ثاني حاجه لهنايا عندنا مشاكل كبيره يا سيدي الوالي في بلديه بوسماعين، هذو المرافق اللي رانا نديروهم، هذو المرافق اللي هما موجودين متولى الترفيه، حنايا الاولى هذو المرافق دوك تروح انت يسرع عليهم مشكل كبير. من بينهم باش نلعبوا فيهم خلص طروار الصومين للمباراه وخلص يا سيد الوالي. من بعد انا نقول لك مور ما تنطلق صلي على النبي يخلصوا علينا المرافق الجواريه يخلصوا علينا الملاعب الجواريه شكون قول لي شكون كيف دوك اللي يحكمهم اللي يحكمهم يخلص عليهم انا ما نقدرش نقول لك شكون ما عليناش دوك اللي يحكمهم ندير رئيس الوالي سيد الوالي ندير لك صح. وكاينه حاجه سيد الوالي عبد الله راسي الوحده راسي الوحده هذا مع سيد الوالي عبد الله سامح على لا على بالي واش راه وقع سامح طلق الهضره على واحد معليش سامح فلاش كاين انسان حاب يشد وقبل الهضره في بوسماعين بلي في الحميده عنده جمعيه تاع تاكد لك المعلومه بيان الله يحفظك راه ما جبتهاش من راسك المؤسسه بالعقل تاع المؤسسه اللي يسيروا هو انت ميسي وقت وكاين نقاط الناس هي باغيه خص البناء البلد تاع كاع راهم يقولوا لهم روحوا للدوم مازال لو خص البناء لو خص البناء تاع المنازل هاك راك شفتهم تاع تاع البليلي تاع الباي تاع الباي باش يبنوا الناس راه واش راكم تروحوا للبلديه شنو تقول لهم روحوا للدوم شنو الاشكال شنو لاصق رخص البناء رخص البناء رخص البناء كما تاع البليلي اللي راهم باغيين يوم يبنوا في ديورهم بصح راهم يقولوا لهم روحوا لي دومان الولايه وعندهم مشاكل راهم يروحوا للولايه عاود يقولوا وسيدي الوالي كاين حاجه النقطه الاخيره تاعي شوف النقطه الاخيره تاعي اللي باش نقولها عاوننا البلديه وما في المرافق في الامكانيات باش نلقوا هذه البلد والله غير كانت جوهره والله غير رانا اما لا عندنا نقص سيد الوالي عندك 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 بالغ نائب رئيس بلديه حط الاستقاله تاعو لحد الان مازال ما شفناش الا راهو مستقيل ولا راهو خدام ماناش عارفين لا نخدموا ولا ما نخدموش معاه رانا نسخو سيدي الوالي يا خويا بارك الله فيك شكرا انت على الحضور تاعك وعلى الزياره ونتمنوا لك الله يسلمك هضر معاهم هضر معاهم في مدينه بوسماعين ونشكرك على العمل اللي تقوم به خاصه انشغالات المواطنين كاين المستشفى ما عندناش هنا المستشفى رانا نروحوا حتى سيدي غيباس وقليعه وراه يتكسر راح ندير واحد ان شاء الله بربي وكاين ترميم الطرقات والاناره العموميه والسوق البلدي راه حابس عنده واحد 10 سنين ولا فايت علاه راه يتخدم وكاع واش هي ما حبوش يدخلوا لدخل التجار وحالها فما كارثه ديجا الارض هذيك اللي خدموها جديده سيد الوالي كاين لي طابو كاين يوصل دي فات ديال فوق كاين لي طابو ما عندهم كريه هذا كاين لي ميزون دو لي باش ندخل في واحد الدواء هما ما يدخلوا وانت ما تستفد منه كريه وكاين كاين مشاريع منجزه ماهيش منجزه بصفه قانونيه مثلا السوق البلدي الساحه هذيك اللي مخدومه ديجا عندها دوما ولا طروما راهو تنجر كاع هذاك الكرافي اللي فما ماشي مخدومه مليح الله اعلم الرئيس المهم خدموها على شفت واحد هذا نهضر وكاين نقص المرافق الرياضيه كاين كثره النفايات في كل مكان عدم الرد على شكاوى المواطنين نقص سيارة الاسعاف عندنا كاين وحده وقيله في المستوى البلديه كامله كاين الملعب البلدي راهو فاني حابس مازال ما ديمارش دوزيام طرونش ولا مش عارف كاين تهميش الرياضه في المدينه